بالمناسبة شيخ صالح، بعض الناس يكره أن تستقبل المصحف برجليك كأن يكون في خزانة، وأنت تضع رجليك هكذا مقابل تلك الخزانة. نعم هذا صحيح، أن المصحف يجب احترامه وألا تجعل الرجلين إليه أو يتوسد، بل المصحف يكرم ويصان ويرفع في صحف مرفوعة مكرمة، لا تمد الرجل إليه ولا يتوسد ولا يهان بأي نوع من الإهانة، واجب إكرامه واحترامه ورفعه عن الابتذال. نعم.